قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يفنى عن قريب أو بعيد، لكن العلم النافع الذي ينتفع به يبقى. هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام في إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به ليس له باب معين، ليس من باب التلقين المجرد، وليس أيضا باب الكتابة والتأليف، ولا كذلك أيضا من جهة الإعلام وغير ذلك، أو كذلك أيضا في توجيه الناس إلى المواضع، هو بجميع هذه الأشياء كلها، سواء كان ذلك بالعلم المحض أن يعلم الإنسان، أو كذلك بالدلالة على وسائله. ولهذا أرى أن من أعظم وجوه الإنفاق هو الدلالة إلى الخير، فالدلالة إلى الخير هذه من المعاني الرابطة التي تربط بين صاحب الخير والمحتاج إليه.